ما حد يعرف انك مشهور الا امك. انا يا بوي 120 سبسكرايبر للان. طبعا هذا اللي يعرفه يكتب بالكومنت كم كم. أقولكم هذا هو السكن حقه، كن أجنحة كذا، هذا الجناح اللي بيسير عليه حيا هو. لا اصبر اصبر اتفقنا. هذا المبنى حقي ها ما شاء الله بدأ يصلوا. طبعا قلت اخلص لي محاضرة كذا قبل نروح نفطر مع اشراقة الشمس. الله، وهذه اطلالة الجناح حقنا. قوم اوريكم بسم الله. طبعا حايسين بعض الشباب هنا اذا جو حاسوا الشغلة كلها. طلع على المباني وعلى المواقف فيها في هذه الشاشة. طبعا انا دوامي 10 عشان كذا طالع لكان بقى سيد الكلية هناك على اليسار. طبعا هذه جامعتي اللطيفة. ما حد يعرف انك مشهور الا امك. انا يا بوي 120 سبسكرايبر للان. وش تقول بعد نجاح اول؟ بعد نجاح جاب 800 مشاهدة واحس اني مسوي انجاز. ان شاء الله أيه. مزيد من الابداع واتمنى لك ان شاء الله العالميه.
يلا عطني انا بصور. يلا انا بصور. ثبت مثبت يا ها. يلا طيب انا باص تكلم انا بصور. يلا ايوه ليش ابيك تطلع معي تو كذا؟ هو يتحرك. ايوه لا لا اذا سويت كذا يرتفع. اي اي عرفت عرفت. يا صباح الخير. طبعا انا وش نصيحتي مع هذا الصباح الجديد. المهم شوفوا والله بنروح هناك. ابتعدوا عن الناس السلبيين. كنا نمشي في هذه اهم شيء الممشى اللي هناك. ايوه ف الحين وين رايحين؟ والله رايحين نفطر دام دوم الساعه 10. ايوه وبعدها بعدها نروح الجامعة ناخذ لنا كوفي. لا لا بنروح الرياض ناخذ قسطا من الكوفي شوب. اها ايه ما شنطتي معي. نصور المنظر حلو. اي منظر؟ طب ليش مايله ما عرفت له والله ما عرفت له. من ورا. ايه اوكي كتير من ورا. احنا مع فلوقات فيصل الفقره هذه بس. ايوه كذا اقلع بس لا صدرك ترى حي مكبدي. والله حي مكبدي. والله حي مكبدي. السلام عليك يا ابو دحم. طعم ماشي في امان الله في الخارج. يا حلو الخارج. شوفوا طبعا الخارج. بسم الله. الله يعطيك الله يعطيك. ويش بودا هذه كليتنا الحلوه. للأسف ما فيه أي ملبق. يا صباح العسل. وين الملبق اللي تقول لي؟ أما عاد والله ما شفته. قاعد أسوي زوم على الكلية. شفتوا التضحية؟ شفتوا التضحية كيف؟ اوه والله الملبق رهيب. اللي يلبق غلط يسحبون السحب. اعترف كم مره سحبوك؟ انا اول مره. انا بتحضيري 100 ريال. شو اسمه صج والله. صج والله. اي والله. طبعا شوف فعاليات كليه. شوف هنا المختبرات كليه الصيدله. في كل مكان كليه الصيدله. ويقول لكم الفلوق. وين الفلوق؟ كليه الطب. كليه الطب. طب تعالوا شوفوا الفعاليات اللي هنا. ما في فعاليات. شوف طبعا هنا دحوم اذا لا سمح الله ضعت ولا شيء. ايوه انا نعلم. اذا جيت نورتنا بكليه الطب وضعت ما عليك الا انك تختار وين تبي تروح. رقم 16 قاعه التدريب. أيوة. تروح الدور رقم 16 تضغط. طيب هنا ترفع الصوت ترى. طيب متى تبدون دوام انتم؟ ترى يعني من الصباح قاعدين وما في محاضرات. نبدا 10 دوام شيوخ. الحين كم الساعه؟ شو اسمه؟ It's 9:27. ليه ما تقول جود مورنينج؟ خلاص قالت 20,000 مره. طبعا هنا المختبرات حقت كليه الطب. واخيرا 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 يبشيكم كليتنا. تعال تعال تعال. يلا فيصل. طبعا هذا الباسكولار سيستم عندكم اللي هو الجهاز الدوري. وهذا الدايجستيف سيستم. وهذا هذا الجهاز الشوكولاتي. اي يا شباب دقيقه خلاص تعال من الدكتور. والله اشتقنا لك. كل ما يمر عند الدكتور يقول اشتقنا لكم. بس لا تطلع الجثث هذه، طلع الجثث. السلام عليكم يا دكتور، كيف حالك؟ تسمح لنا نصور يا دكتور؟ الله يخليك. شكرا صديقي. كم هذه؟ لا تصورها بس صور المجسمات. طلع هذا كان صديقي. والله من كم سؤال هنا. الحب الحب. ايوه خربتها دكتور. هذه العين. هذه الشفاف. هذه القرنية. والملونة هذه القزحية. افتحها لكم يا بصير رجال.
هذا ايش؟ هذا ايش يدحون؟ ما ادري. انا ما اعرف اسوي اكثر من مهمه ترى واصوره اوكي. اذا تصور ما تفكر زي. ما اقدر والله ما افكر. طيب ورهم هذه، شوفوا متخيلين سبحان الله، هذه حنجره ما شاء الله، وهذه طبعا نصف الغده الدرقيه ثايرويد جلاند، هذه تفاحة ادم اللي تلمسها عندك هنا، هذه بس للرجال يعني للنساء يلا يلا هذا الحب. شوف اقول لكم انه ما اعرف اسوي هذا الدحين، هذا السربلم اوف المستربلم المخيف. ايش هذا؟ المعده. خلها قاعده. شوف هذا كله ترى الحنجره كبره ريان. وين راح هذه هنا؟ هذا استراكشر اول ما تدخل الكليات الصحيه يشرح لك، بعدها فجاه كذا تروح هنا. نظيف. طبعا هذا اللي يعرفه يكتب بالكومنت، طبعا ارفع شوي خلاص هو قريب من هنا، اللي بيعرفه له جائزه. تاتا كان اني مبين كذا، ما يبين. ساكم في كليتنا اكتب تحت في التعليقات، قل لهم هذه حقت العجوز. وشي اللي if you like my outfit. اي so this is my outfit of the day. If you don't like it then leave. طبعا حضرتي راح تكون هنا باذن الله. ايوه لف 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 لف. الله عليك والله يعطيك العافيه. شوف هنا اشتقنا لك مبادره من كليه الصيدله. شوف 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 عاد. طبعاً هذه غرفة التروما أو الإصابات. طبعاً هنا في إصابة يعني القلوب القوية بتشوفها.